بسم الله الرحمن الرحيم. بوصف لوست فيلد وتتبع المسارات اللي بيمشي فيها الفلويد، طلع لنا شويه ديفينيشنز مهمه جدا. اولهم حاجه اسمها الباث لاين، ومن تعريفه اللي مكتوب ده is the actual path traveled by an individual fluid particle over some time period. يعني لو انا تتبعت بارتكل واحد من الفلو بتاعي ده مع الزمن وشفت مساره ايه، ده بيسموه الباث لاين او خط المسار بتاع الفلو. طبعا لو قدرت ارسم كل بارتكل على حده فقدرت ارسم ايه مسار الفلو بتاعي كله. دخلنا ديبلي شويه وقدرنا نحدد حاجه اسمها ستريم لاين. الستريم لاين كيرف ذات از everywhere tangent to the instantaneous local velocity vector، اللي هي ده الكيرف اللي هو دايما tangent او مماس للفلوستي فيكتور بتاعي. طبعا لما حبينا نوصف حركه الفلو بتاعي بالباث لاين لقينا ان في الفاريشن فيها كبيره جدا، والباث لاين ده بقى متداخل كبير جدا يعني. فعشان نقدر نخليه سموث شويه طلعنا تعريف تاني اللي هو الستريم لاين، عشان يبقى كيرف مش لاين سكاتر زي ده متقطع ورايح جاي، لا يبقى كيرف سموث كيرف زي ده. وهنا لقينا عند الستريم لاين في الاكس واي بلين الدي واي اوفر دي اكس هي الفي اوفر يو، تمام؟ الونج على الستريم لاين يبقى الريشيو بين الفي واليو اللي هي الفلوستي كومبوننت في اتجاه واي على الفلوستي كومبوننت في اتجاه اليو هي تغير لو فيها علاقة مباشرة بينها وبين قيمة التغير في الواي وفي الاكس. والستريك لاين اللي هو اللوكس اوف فلويد بارتيكل ذات هاف باست ثرو ا بريسكرايبد بوينت ان ذا فلو، ده تتبع مجموعة من البارتيكلز اللي خرجت من نفس النقطة مسارها كان شكله ايه. وده طبعا يا جماعه بيفيدنا جدا في دراسه الايروديناميك على الاجسام زي العربيات والطيارات اللي بيتحرك عليها الهواء. طبعا انتوا عارفين ان كل لما اتحرك في هواء المعوقه بتاعتي او المقاومه الاقصادي بتزيد نتيجه ان في بارتيكلز كتير بتعدي عليا. فانا لو درست او قدرت احدد شكل حركه الفلويد دي على الجسم ده اقدر احدد قيمه الريزيستنس منه، واقدر احاول اقللها على قد ما اقدر، تمام؟ ده اللي بيوصفها حاجه اسمها الستريك لاين. وطبعا وفي الاخر خالص الفيكتور بلوتس ده بيحدد لي قيمه السرعه في كل نقطه بالنسبه او تغير اليو بالنسبه للواي، وده هنتكلم عنه بالتفصيل شويه قدام لان ده هيفيدنا جدا في الفلو انسايد تيوبس. انواع الموشنز بقى أو types of motion or deformation of fluid elements بيبقوا أربعة، يا إما translation وهي انتقال الفلويد elements من مكان من position لposition، ودي velocity مسافة في زمن معين، أو الروتيشن الفلويد بارتكل بتاعه هو ماشي بيتحرك بيكون بيلف، ممكن يحصل له linear strain extension أو compression positive أو negative، ويحصل له shear strain كمان deformation. طبعا زي ما قلنا ان الريت اوف ترانسليشن فيكتور اللي هو معدل الانتقال هي الفلوستي، قيمه السرعه في اتجاه الاكس او قيمتها في اتجاه الواي او قيمتها في اتجاه الزد هي دي قيمه الترانسليشن ريت بتاعي. والديفورميشن والروتيشن فيكتور او الروتيشن ريت بتاعي او بيسموها الانجولار فلوستي فيكتور اللي هي الاوميجا بتوصف بالمعادله دي، نص في تغير ال W بالنسبة لل Y ناقص تغير ال V بالنسبة لل Z، ده لو بيلف حوالين ال X، ولو بيلف حوالين ال Y هي تغير ال U بالنسبة لل Z و W بالنسبة لل X، ولو بيلف حوالين ال Z هي تغير ال V وال U بالنسبة لل X. هو اللينير سترين اللي هو بنسميه Epsilon في اتجاه ال X هو تغير ال U بالنسبة لل X، ولو بيحصل له سترين في اتجاه واي هي تغير في بالنسبه لواي، ولو بيحصل له سترين في اتجاه الزد هي تغير الدو بالنسبه للزد.
ولو شيل سترين بيبقى السترين مش على اكس، ده بيبقى على بلين اكس وواي او اكس وزد او واي وزد. اذا في سترين في اتجاه اكس واي، ده معناه بقى شير سترين مش لينير سترين. اكس وواي يعني يو في، يو بالنسبه لواي وفي بالنسبه لاكس، زد واكس يعني دبليو وفي ويو، وواي وزد يعني في ودبليو، وبتوصف بالمعادله. مثال بسيط كده، بوصف لك انا الفيلوستي فيلد بتاعتي، الفيلوستي فيلد بتاعي بمعادله، بقول لك ان الفي بتاعتي فانكشن في يو في بس، اذا ده تو دايمنشن فلو، مفيش دبليو مفيش زد. 0.5 بلس 0.8 اكس ده في اتجاه الاي، و 1.5 ماينس 0.8 واي ده في اتجاه الواي. طبعا يا جماعه الجزء المضروب في الاي ده هو قيمه اليو، واللي مضروب في الجي ده هو قيمه الفي. اذا اقدر احدد قيمه اليو اللي هي 0.5 بلس 0.8 هي دي قيمه اليو، وده ريت اوف ترانسليشن في اتجاه الاكس صح كده، وقيمه الفي اللي هي دي، وده ريت اوف ترانسليشن في اتجاه الواي. طبعا ريت اوف ترانسليشن في اتجاه الزد بزيرو، لان الفيلوسيتي فيلد بتاعي مش فانكشن في زد اساسا، اذا مفيش دبليو اذا مفيش حركه في اتجاه الزد. لو عايز احدد ريت اوف روتيشن، انا عندي هنا بلف حوالين الزد، ليه؟ لان فانكشن في يو في بس، اذا نص بارشل في اوفر بارشل اكس ماينس بارشل يو اوفر بارشل واي على اتجاه الكي. طبعا تغير الفي بالنسبه لاكس، لقيت ان الفي مش داله في اكس اساسا، ملهاش كومبوننت في اكس يعني في زيرو. وتغير اليو بالنسبه لواي، اليو مش داله في واي يعني في زيرو، اذا مفيش ريت اوف روتيشن، اذا الفلو بتاع ده بيحصل له ترانسليشن بس، ما بيلفش حوالين اي اكس. تمام؟ الريت اوف لينير سترين، طبعا لينير سترين قلنا بارشال يو اوفر بارشال اكس، ده لو السترين في اتجاه اكس، طبعا اليو فانكشن في اكس ليها قيمه اللي هي 0.8، وبارشال في اوفر بارشال واي السترين في اتجاه واي وليها قيمه برضه ماينس 0.8، واكيد في اتجاه الزد السترين بزيرو لان مفيش حركه في اتجاه الزد اساسا. وتلاحظ ان قيمه السترين في اتجاه اكس ادام الفلو تو دايمنشن بس، هي نفس قيمه السترين لينير سترين في اتجاه واي بس بالنيجاتيف بعكس الاشاره. بوزيتيف يعني حصل له اكستنشن، ونيجاتيف يعني حصل له كومبريشن، وده طبيعي. انت لو شديت جسم في اتجاه هتلاقيه بيقل في الاتجاه الثاني. تمام؟ اذا لو انا بتكلم في تو دايمنشن لازم يكون لينير سترين نفس القيمه بس ان اوبزيت دايركشن او بعكس الاشاره يعني. وطبعا الريت اوف لينير او اوف شير سترين بارشال يو بارشال واي بارشال في بارشال اكس وطلع بيساوي زيرو، ودايما ادام الروتيشن بزيرو اذا السترين هيبقى بزيرو، مفيش انحراف للفلويد بتاعه.